مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، ولمتابعة الأحداث والحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وطبعاً بعد تعليق الجمعية العامة للأمم المتحدة عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان بعد تصويت 93 دولة لصالح القرار ومعارض 24 وامتناع 58 دولة عن التصويت. لمزيد من التفاصيل احنا معانا عبر الهاتف سيادة السفير رخاء أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير سيادة السفير. صباح الخير لك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك معنا. خلينا نعرف من حضرتك سيادة السفير في البداية، مضمون هذا الإجراء وهل هذا الإجراء قانوني؟ هو يعني اختلفت الآراء، يعني في آراء ومنها مصر بترى أن في يعني ازدواجية في المعايير، لأن سبق قبل كده دول كبرى أيضا يعني انتهكت حقوق الإنسان، وشفنا في حروب في المنطقة يعني حرب العراق وغيرها من الحروب وما يحدث في فلسطين. فبالتالي هنا في يعني ازدواجية في المعايير، هذه ناحية. الناحية الأخرى إن حساب عدد الأصوات يعني هنا بيبقى في تفسيرات أحيانا بتميل إلى طرف أو آخر. المفروض إن من إجمالي الأعضاء بالذات، يعني بالذات في القرار اللي بيتطلب ثلاث أرباع الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بيكون من إجمالي الأعضاء الحاضرين. فهنا تم استبعاد الأعضاء اللي امتنعوا عن التصويت، يعني حطوها من ضمن غالبية الثلثين المطلوبة بالضبط. يعني حسبوا الأعضاء اللي هم اللي رفضوا 58 عضو امتنعوا عن التصويت. ما هو ده رأي، يعني انا مش عاوز ابدي رايي في الموضوع. فبالتالي هنا لابد ان هذا العدد يحسب. يعني يحسب من اجمالي الحاضرين، من حضر وسجل اسمه ان هو مشارك يحسب. وبالتالي هنا لا تتوفر اغلبيه الثلثين بالظبط. فهنا ده تفسير بيبقى يعني لتحقيق غرض معين. واستطاعت الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ودول اخرى معهما إن هم يعني يمارسوا نوع من الضغوط والإقناع على بعض الدول اللي هم 93 دولة دي. ده ناحية. ناحية أخرى إن طبعا دول كثيرة الصغيرة بالذات في آسيا وأوروبا وغيرها بتنظر إلى العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا إنها اعتداء على دولة وانتهاك لسيادتها. فهنا ده يعني العوامل دي كلها تشابكت وجعلت 93 عضو يصوتوا مع القرار وال28 يصوتوا وال58 يمتنعوا. طيب ما هو لازم يبقى اجمالي الاصوات اللي شاركت في عمليه التصويت. لكن يعني ولا وعموما يعني الولايات المتحده نفسها سبق انها انسحبت من المفوضيه العليا لحقوق الانسان للامم المتحده، والى الان هي منسحبه منها. ليه؟ لأنها لما عندما في عهد الرئيس ترامب عندما كان السودان هي وإسرائيل بانتهاكات حقوق الإنسان فضلت أن هي تنسحب ولم تعود إلى الآن، لأن لديها سجل من انتهاكات حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. نعم. طيب خليني أسأل حضرتك كمان سيادة السفير عن موقف الدول العربية بشكل عام من هذه الحرب، الحرب الروسية الأوكرانية. يعني هو موقف الدول العربية بتحكمه عدة اعتبارات يعني في غاية التعقيد. أول اعتبار أن الدول العربية لها مصالح كبيرة مع روسيا ومع أوكرانيا وطبعا مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالتالي هي لا تريد أن تتخذ يعني موقف يبان أنه تحيز لطرف ضد آخر. بالزبط. أيضا بالنسبة لموقف أوكرانيا من القضية الفلسطينية، موقف أوكرانيا من القضية الفلسطينية بالذات في عهد الرئيس زيلينسكي كان موقف يعني سلبي للغاية، وهو كان على يعني متحمسة لكل ما تتخذه إسرائيل، وكان من أول الدول اللي نقلت سفارتها من تل أبيب إلى القدس واعترفت بالقدس عاصمة إسرائيل بعد الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة إسرائيل. فده خلق انطباع لدى الدول العربية والرأي العام العربي إن أوكرانيا طبعا هي دولة صديقة وكل حاجة، ولكن الموقف السياسي اللي اتخذته من قضية فلسطينية وهذه قضية عادلة وفقا لقرارات الأمم المتحدة موقف سيء للغاية.
صحيح. طب بشكل عام سيادة السفير، يعني آخر مستجدات الموقف ما بين روسيا وأوكرانيا في ظل طبعا العقوبات اللي بتفرض على روسيا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، ونتكلم كمان مع حضرتك يعني رؤية حضرتك السياسية لهذه الحرب بشكل عام في الأيام القادمة هتكون عاملة إزاي؟ يعني هو التطور واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية بتتجه نحو التصعيد، لأن هي يعني بتعتقد أن الحرب الاقتصادية اللي بتشنها على روسيا ستلحق أضرار فادحة وتجعل روسيا تتراجع. وفي رأيي أن هذا يعني تحليل بعيد تماما عن الواقع، لأن العقوبات الاقتصادية بتمثل العالم كله. احنا في مصر متعاقبين اقتصاديا بصراحه، فهنا العالم كله بيعاني، وده في النهايه بيؤثر تاثير سلبي على كل الاقتصاد العالمي وبتصاب باضرار بالغه. امريكا نفسها لاول مره بتسحب بترول من الاحتياط الاستراتيجي. الناحيه الثانيه ان كلما طالت الحرب كلما روسيا اتجهت نحو ضم اقليم دونباس الى روسيا، لأن النهاردة جايبين فيه ميليشيات شيشانية وميليشيات من الشرق الأوسط لشن حرب مستمرة، بحيث أنه هو في مرحلة معينة يعمل استفتاء وتنضم هذه الجمهوريات لأن فيها أغلبية روسية أو من أصول روسية. فده هيكون في غير صالح أوكرانيا. كلما زادت يعني طالت مدة الحرب فكلما كان الخاسر هو الجانب الأوكراني، عليه ان هو اولا يقبل مبادئ عامه والمبادئ اللي هو معقده بالنسبه له، زي الاعتراف بان القرم روسيه، بالنسبه للاعتراف بالجمهوريات اللي استقلت دي ممكن التفاوض عليها المدى الطويل، ولكن يعترف بان هو لن ينضم للناتو، سيكون دوله محايده، سيكون دوله صديقه غير عدوانيه تجاه روسيا. بالنسبه لهذه الاشياء توقف الحرب، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا يعني بيقودوا التحريض على أن تستمر الحرب. أنا أخشى أنها تستمر إلى الانتخابات التجديد النصف الكونجرس الأمريكي في نوفمبر القادم، لأن بايدن بيلعب على هذه النقطة، وأنا في رأيي أنها لن تكون في صالح. يعني في مصالح وراء انه استمرار هذه الحرب، من جانب ان هي اوكرانيا مش قادره يعني تاخذ يعني النقاط اللي طلبتها روسيا او الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان هي تعترف بيها، فهي حاسه ان هي متحصنه، او في مصالح لناس وراء هذه الحرب. ده حقيقي من الناحيه الشكليه، ولكن من الناحيه الفعليه لا تستطيع اي دوله اوروبيه انها تتدخل في هذه الحرب. صحيح. وبالتالي ما فيش تكافؤ بين روسيا، زي انا جايب ملاكم بطل عالمي وجايب له صبي صغير اللي هو اوكرانيا يعني يواجهه، فهنا ما فيش يعني تكافؤ. مهما امدوها من الاسلحه ومهما عملوا فده لن يؤثر على النتيجه. لو حرب شعبيه شفنا احنا في ظرف شهر اقل من شهرين او شهر ونصف تقريبا 4 مليون لاجئ، يعني رقم كبير جدا بالنسبه للفتره اللي قامت فيها الحرب او اللي استمرت فيها الحرب. فهنا استمرار الحرب ايضا سيدمر الاقتصاد الاوكراني، لان المواني مغلقه وتصدير القمح وهو المحصول الرئيسي للتصدير في اوكرانيا، الموسم يبدا في شهر مايو، وبالتالي لابد من التصدير والتعاقدات الدوليه، كل هذا سينهار. فهنا يعني زي ما قال نائب رئيس الجمهورية الروسي بيسكوف في تصريح من 3 أيام، قال إن لابد أن تنتهي الحرب في الزمن المرئي، يعني في وقت قريب، إما بالتفاوض وإما بالحرب. فهنا يعني روسيا لن تتراجع، يعني ده معناه إن روسيا لن تتراجع. وعلى الأطراف الأخرى طرف اللي هو ضعيف، صحيح انه ما يجبش ان هو يخضع للقوه، ولكن هذا هو الامر الواقع، والا ستستمر الحرب. هو الحقيقه الجانب الروسي واضح منذ البدايه، يعني هو خلاص احنا دخلنا في حرب فهنكملها الى ان نصل للي احنا عاوزينه. طيب انا حابه اتكلم مع حضرتك كمان سياده سفير على الجانب الاقتصادي والتداعيات السلبيه او من هذه الحرب على مصر بشكل عام. رؤيه حضرتك ازاي نقدر نواجه هذه الحرب والتداعيات الاقتصاديه السلبيه اللي مأثره بشكل كبير على مصر؟
يعني احنا اثر علينا عده عوامل. احنا كنا ما زلنا نعاني من اثار الاقتصاديه والاجتماعيه والماليه لازمه او لوباء كورونا. صحيح. ولم نخرج منها بعد. جت ازمه الحرب دي في انها تمثلت في اخطر نقطه اللي هي زياده اسعار الطاقه. فده بيزيد جميع الاسعار، فده طبعا مع المشكله السابقه فاصبحت مشكله مركبه. الناحيه الثانيه بالنسبه لينا القمح. القمح والذره وزيوت الطعام بنستورد جزء كبير جدا من اوكرانيا، يعني لو روسيا حتى استمرت في التصدير فده هيكون باسعار اعلى، لان النقص في هذا المحصول نتيجه احتجاز حصه اوكرانيا بالحرب. ده سيؤثر مش علينا بس، جميع دول الشرق الاوسط، لان منطقه الشرق الاوسط منطقه تعتمد على استيراد الحبوب وبالذات القمح والذره. فهنا وزيوت الطعام والاغذيه بتستورد ما بين، بتتراوح النسبه ما بين 50 ل 60% بالنسبه لدول الشرق الاوسط. سواء دول الخليج او مصر او غيرها. فبالتالي هنا هيبقى في ازمه غذاء عالميه لو استمرت هذه الازمه. روسيا هددت بانها هتوقف تصدير الاسمده، وده روسيا بتنتج اسمده من الغاز وكميات كبيره جدا، فلو اوقفت تصديرها للدول غير الصديقه فده هيرفع اسعار الاسمده، هيرفع اسعار المواد الزراعيه. فهنا احنا متاثرين بهذه الازمه تاثرا كبيرا جدا. السبيل قدامنا هو زياده الانتاج، افتتاح مصانع جديده، تشغيل المصانع المعطله. يعني لابد من ان يكون في خطه يعني قوميه لاعاده تدوير الاقتصاد المصري، بحيث ان احنا يبقى في نوع من يعني سريع انقاذ، عمليه انقاذ. صحيح. ان المصانع والمزارع، واذا توسعنا في الصوب الزراعيه بحيث ان احنا نزيد الانتاج، فده يعني محتاج استثمارات ايضا، ودي صحيح. نقطه مشكله اخرى. صحيح. في محتاجين استثمارات سواء داخليه او خارجيه. لا يسعنا سوى التمنيات يعني السلامة وانتهاء هذه الحرب، لأن هي فعلا مؤثرة بشكل كبير جدا على العالم بأكمله. أنا بشكر حضرتك جدا سيادة السفير أخ أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة السفير على هذه المداخلة، شكرا لحضرتك. مشاهدينا فقرتنا الإخبارية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا زي ما قلنا هنتكلم فيها عن كيفية تربية ولادنا على حب الوطن والانتماء لهذه الوطن مع دكتور رحاب العوضي أستاذ علم النفس السلوكي. خليكم معنا.